للمزيد من المتابعة أيضا تنضم إلينا عبر الهاتف ماريان عزمي الخبيرة الاقتصادية. أهلا بك أستاذة ماريان. أهلا بحضرتك وأهلا بجميع مستمعينا الكرام. دعيني أبدأ معك بالنقطة الخاصة بأن الحكومة ستعمل على سرعة إصدار مشروع القانون المعروض على مجلس النواب بشأن زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي، بنتحدث عن نسبة تصل إلى 30,000 جنيه بدلا من 24,000 بنسبة زيادة 25% وبتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه. لو تبسطي للمشاهد أبعاد هذا القرار والنتائج المتوقعة من هذا القرار. مبدئيا احب اوضح، هو الدعم ده هيكون في انهي صوره؟ كل الشركات الفرديه او كل من مطالب بتقديم اقرار ضريبي من الفئات الفرديه بيتمتع بحد اعفاء ضريبي، حد الاعفاء كان 24,000 جنيه سنويا، ومع هذه القرارات اصبح 30,000 جنيه، معنى كده ان الاقرارات القادمه اللي هتبتدي من يناير 2023 حتى مارس 2023 عن السنة المالية 22 هيبقى الأفراد مطالبين إن هم يتمتعوا بالإعفاء الضريبي من أرباحهم 30,000 جنيه، وده طبعا هيفيد المستثمرين أو هيفيد الأفراد جدا، لأن هيقلل عليهم حجم الضريبة اللي هتكون هتدفع. نمرة اتنين، في كتير من الأفراد مش هيكون مطالب بدفع ضريبة لو هو أرباحه في حدود 30,000، فده بيخفف كتير جدا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة أو اللي احنا بنسميها قانونيا الشركات الفردية ذات الطبع القانوني الفردي، هيخفف من عليهم عبء كبير جدا بيتحملوه ساعة تقديم الإقرارات. فأنا شايفة إن دي نقطة جيدة جدا وبتصب مباشرة في صالح الشركات الفردية. قد يكون هناك دعم بصورة أو بأخرى، ولكن لما بقدم حاجة بتمس مباشرة الأفراد وبيلمسوها بصورة وقتية، ده بيكون تأثيرها الإيجابي اجتماعيا أقوى بكثير من تأثيرها على بعيد، يعني متوسط الوقت المتوسط أو الوقت الطويل، لأن كثير من المستثمرين أو حتى الأفراد من عامة الشعب مش بيقدر يفهم الإجراءات بصورتها العميقة أو بصورتها الفعلية. صحيح، ولهذا كنت أقول لك يا أستاذة ماريان يعني أن نبسط للمشاهد، وبالفعل يعني شرحك كان وافيا ومبسط للغاية وواضح للغاية. وبما أنه تحدثت عن الشركات الصغيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هناك أيضا نقطة تم الحديث عنها اليوم في هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم العمالة للشركات التي تعثرت أو توقفت جراء الأزمة العالمية الراهنة. لو توضحي لنا أبعاد هذا الدعم كيف ستكون، والآثار أيضا المتوقعة لهذا الدعم كيف ستكون؟ دي نقطة تانية من حزمة الإجراءات اللي اتخذت النهاردة، وأنا شايفاها بصراحة إجراءات قوية جدا وفعالة جدا، يمكن بقالنا فترة طويلة ما سمعناش عن قرارات قوية بتمس جميع فئات المجتمع المصري على زي القرارات بتاعت النهاردة. الجزء بتاع الشركات الاستثمارية أو الشركات والنشاط الاقتصادي بصفة عامة، النقطة بتاعت إن في الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي تعثرت نتيجة الأزمة المالية العالمية اللي احنا عايشين فيها واضطرت انها تستغنى عن كثير من العماله، وده طبيعي زود معدل البطاله زود معدل البطاله وزود كمان حجم الضغوط الماليه على الشركات وعلى الافراد بالتبعيه. فكون ان الدوله هتديهم دعم مباشر شرط ان لا يتم الاستغناء عن اي موظف، ده في حد ذاته نقطه قويه جدا وبتسهل عملية الاستثمار المباشر في الشركات الصغيرة اللي حقيقي بتمر بفترة يعني أنا شايفها عصيبة جدا. يمكن زي ما قلت في بداية كلامي، دي نقطة تانية اللي بتساعد على أن النشاط الاقتصادي يكون فعال بصورة قوية في خلال فترة أحوج ما تكون إلى قرارات اقتصادية تزود النشاط الاقتصادي. ايضا بقيت حزمه القرارات انا شايفاها انها مش بس بتصب في صالح الشركات، هي صالح الشركات نقطه قويه جدا او نقطتين اللي احنا شرحناهم،
المواطن العادي اللي هو شغال في قطاع خاص وما عندوش مش هيتمتع بحاجه حكوميه هيستفاد من النقطه بتاعه دعم الكهرباء او عدم زياده اسعار الكهرباء لمده 6 شهور قادمين، فده بيصب مباشره في صالح المواطن البسيط جدا العادي اللي ما عندوش اي حاجه بيستفيد منها، اللي هو موظف حكومه ولا هو بياخد معاش ولا هو بيشتغل في شركه كبيره، فبالتالي ده هيعود عليه بالنفع المباشر. ايضا موظفين الحكومه والمعاشات هيستفيدوا بالعلاوه الاستثنائيه ورفع الحد الادنى للاجور. بطبيعه الحال انا عايزه كمان اوضح ان هي البث مش هتكون ال 300 جنيه هي الزياده، لا، ال 300 جنيه ده في الاساسي بالنسبه للموظفين الحكومه، هيتبعها زيادات اخرى نتيجه ضمها لبقيه المرتب يعني. فبالتالي قد تكون في اذا كانت علاوه مستقطعه زي ما بنقول، فبالتالي حتى وان كانت هي 300 جنيه فقط فدي زياده ممكن تكون بسيطه ولكنها فعاله في وقت الدوله حقيقي بتعاني بس بتحاول انها تساعد المواطنين. وهذا ينقلنا للحديث عن التكلفة التي ستتحملها الدولة أستاذة ماريان جراء هذا القرار الخاص بالإعفاء أو يعني مسألة زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر. إذا كنا بنتكلم على التكلفة وخصوصا في بند الكهرباء، أنا هقول الميزة الأول ويمكن أنا أفضل أني أعيدها تاني، دي بتمس المواطن المصري مباشرة بجميع فئاته من الصغير للكبير، اللي هو ممكن ما يكونش بيشتغل في شركة كبيرة، ممكن ما يكونش بيشتغل في الحكومة، فبالتالي هو استفاد مباشرة بهذه عدم يعني بالنقطة دي اللي هو ما فيهاش زيادة. التكلفة بتاعتها من وجهة نظري الشخصية ان الدولة عندها جزء مهم جدا في الكهرباء في الفترة الحالية. لو جينا نبص نلاقي ان الميزه اللي موجوده عند الدوله في الفتره الحاليه انها بتوفر جزءا من الغاز وبتشغل الفحم في بعض المحطات الكهربائيه، ده ادى الى توفير جزء من الغاز عشان نقدر نصدره ونستفيد باسعار الغاز المرتفعه في الفتره الحاليه لدول اوروبا، فبالتالي ده بيدخل عمله صعبه، في المقابل التكلفه بتاعه الفحم بتكون اقل شويه. ولكن حتى لو كان في بعضا من التكلفه مهما كان سعرها سواء كان يعني انا سمع في التقرير في اجزاء 67 مليار وفي اجزاء ثانيه هنتحملها من الاحتياطي، الا ان مصلحه المواطن ده شعور مهم جدا وبيتطلبه المواطن خلال الفتره الحرجه اللي بتمر بيها البلاد في الأزمة المالية العالمية اللي احنا بنمر بيها. قد تكون التكلفة هيتم تحملها من الاحتياطي، وأنا شايفة ان الهدف الرئيسي من الاحتياطي في أي دولة بيكون مواجهة الأزمات، سواء كانت أزمات غذائية أو من أزمات أمن قومي بصفة عامة، وأعتقد ان ده وقت مناسب جدا لاستخدام جزءا من الاحتياطي بصورة فعالة وموجهة مباشرة للمواطن يحس بيها. أستاذة ماريان عزمي الخبيرة الاقتصادية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التحليلات وكل هذا التوضيح.